مرحبا بك سي لمين. تعيس بركة الله فيك. اليوم نشوفوا فيك مع مجموعة من الفنانين المتألقين. ما شاء الله. نحن توحشنا بالحق المسرح هذايا الجماعي في تونس، قاعدين نشوفوا في الوان منشوف. اليوم باش نشوفوا حاجة جديدة وجوه بالحق تستانسوا بها التوانسة الكل، هزنا الماضي الحنين الماضي. اليوم باش نشوفوكم في عمل جديد. تنجم تحكي لنا شوية على العمل؟ إيه نحكيو على الوجهين نكمل الحكايات. أنا بالنسبة للعملية كيف ساعات ناخذوها معناتها المسرحية هذه هو جاء الاقتراح اللي هو اقتراح طيب حسب رأيي في عمل جماعي من عند سي بولعريس، سي محسن بولعريس. قبل تلميح قال لي شنو رأيك سي لمين لو كان الصفة هذه نعملوا مسرحية جماعية يكونوا فيها من خير معنا في تونس ممثلين. مع الأسف معنا شو أنثى معنا عندنا كحد على أنثى إن شاء الله في الأسبوع إن شاء الله في العام في الخميس الجاي مع هالمجموعة هذه. فقلت رياض رياض شيخ على الفكرة قبل ما حلال والتحق بالمجموعة سي عبد الخالق تخيل وبدينا كل واحد زربنا شوية في العملية المسرحية ولينا خلينا كل واحد باش ينجم يقدم من الشيء اللي قدمه حتى قبل المساج. فقلت له قال الاقتراح نعمل بعض من المواقف التمثيلية للمسرحيات اللي ترفضوا لي اللي ما يعرفهاش الجمهور. طيب الجمهور مثلا كي يقولوا مسرحية الفرجة معناتها اللي الكبار اللي انا مسرحية الفرجة تعديت فيها 20 عرض ثم رفضت وقعت سلسلتها من طرف وزارة الداخلية ووقفت المسرحية. فخذيت بعض المواقف انا في العمل هذا. وتفضل هاو سي رياض زاد ينجم يحكي لكم هاو حاضر هاو حاضر شيء. هذا جانا اسمه. هي ولا هي الفكرة اللي بحكيها لمين مش بس نزيد حاجة أكثر هي حبيتها تكون اللي أنا بالحق قلت كلمة بكلمة لعبت في حاجة المسرح الجماعي يكون نحبه خاطر العين راي كي تشد فترة كبيرة في الوان شو والاستاذار ساعة يحبوا ينوعوا. وبصراحة أنا ديما نقولها نقول لهم أكثر واحد عطاه الوان منشو حقه هو اللي منه بصراحة جميع المقاييس بتاع المسرح معناها خاصة ممكن الأغلبية الأخرين مع خدمات باهين لكن في جو ستاندارد احنا حبينا المسرح الجماعي اللي هو باهي والتيكو تاك والعلاقة ما بين الممثلين وقت الكيمياء واحنا من قبل بيناتنا كيمياء سورتو انا ولمين في برشا خدمات حتى قادر ومحسن خدمنا مع بعضنا كلنا ثم برشا كيمياء. فهي مجموعة اللوحات اللي هما تعبيرات من تعبيرات المسرح معناها فني تلقى كما قلت لمين مش يعمل حاجات بيستوف من حاجات خدمهم برضو وفي حاجات مرفوضة فاعطاهم ثم حاجات أخرى زادة متوحشة الجمهور يحب يزيد يعطيها لهم ويقول لهم يحبوا يتفرجوا فيها مازال ما شبعوش منها فيعاود لهم لأنها مازال توا تضحكهم. عبد القادر الخيط زاد عنده المونولوج نتاعو الحلو اللي تشكيلة جميلة اللي يحكي عبد القادر هو معناها جاي يحكي في شخص سي عبد القادر سي عبد القادر وبالضمار الجابسي نتاعهم والخرافات الجبسية اللي يحكي فيها في عائلته وفي ولكن بطبيعة مع مواقف هما انا ومحسن بولعريس عندنا زاد ثنائية باهية والحاجة بينهم ما يكونش تضحك مجاني معناها مش جراتوي يضحك معناها فيها هدف نمسوا من كل حاجة حاجة وهي أساس راهو السيف هي أنا ديما نقول لهم راهو جمهور السيف جاي ما تكسرلوش راسه زاد ياسر وما تعملش زاد برشا حاجات ريفليشي هو اساس هي الخاصيه نتاعو مهرجان صيف ترفيهيه خاصيه ترفيهيه على الجمهور هذاك جاي راهو لان النادي شعاره هو في مخه يتروح بضحكه العبد القادر المحسن الرياض هذيك احنا لازم نوفروها له. فان شاء الله احنا عملنا ديجا دوره كبيره وكنا موفقين وهبطت ديجا على لي باج والعروض نجاح جماهير كبير جماهير كبير واقبال منقطع النظير وتفاعل مع العرض ما تصوروش قداش وخاصة انه زاد مسينا صغيرات لو تشوفوا معناتها رد فعل اللي كان يجيونا برشا صغيرات ما احنا قداش تجاوبوا مع العرض المسرحية تو في عرض ال 20 تقريبا والنجاح ما تعمل عمال نحب تسمع يسمعوا بالهفات هذوما شيء تونسي راهو انه متنوع احنا الحاجه الباهيه اللي يجيونا في التظاهرات الثقافيه اسبوع المسرح مع الايام المسرحيه يقولوا محلية المسرح التونسي على خاطر متنوع متلون يعني ما فماش نمط واحد فماش ولا نجم برك فما المسرحيات الفرديه فما المسرحيات الجماعيه فما الفودفين فما المسرحيات بالفصحى فما الثنائيات فما الستاندارد فما يعني متنوع هذه الحاجه
اللي راهي ماهيش موجوده في البلدان الاخرى. مع كل احتراماتي لمصر مثلا عندهم الفوتفي مسرح وخاصه المسرح التجاري، ولكن ما عندهمش التنوع نتاعنا احنا في تونس. وذاك علاش كل المشاركات التونسيه كي تمشي للبلد العربي تروح بالجوائز كل ساعات، حتى بعض الهواة يشاركوا في المعارض المنتديه وياخذوا جوائز. هذه الحاجه الباهيه في المسرح، احنا حبينا نشروا مسرحيه جماعيه. اللي فريمون نحب نشكر بالمناسبه محسن بوالعرس اللي فكر في المساله هذه، يعني ابتداء من شهر مارس بدا يخمم واقترح عليه وقلت له اليزي فكره باهيه. بما ان سي لمين احنا براتيكمون حكينا في كل شيء، مش لازم طبعا نخلي المحسن مش هي اقصيتهم في الساعه اقصاهم بس قبل ما نعمل المنافسه هي البارح نحانا بالعشاء احنا الحقيقه كعب قلب خير اثناء نقولها بكل صراحه بدل من استاذ اعلام، انه شرف لي اني نخدم مع قامه فنيه كما اللي النادي مش موجود هذه تونس الاولى. رياض النهدي عشيري فنان متميز رجع من الكبيرة محسن بوالعرس ما غير ما تكسر راس محسن بوالعرس هذاك لا رجل لكن ما يبداش بجنبي مانيش غير ما زاد نشكر بتاع الصنو والضو فرحان برشا بالمتابعين ابار كل شيء لما هذه الساعه فيها المحبه وتوفر المحبة تتوفر النجاحات. ربي ديما العشرة. الحمد لله يا ربي نجحنا، الحمد لله يا ربي، لأن توفرت حاجة مهمة هي لونتونت ما بيناتنا. الناس تحب بعضها وتحترم بعضها وتعاون بعضها. استشارات ما بيناتنا على مستوى النص، على مستوى الاكسسوار، الكوستيم، الحوار، كل شيء نستشير فيه بعضنا ونتعاون، لأنه حتى واحد ما يقول أنا وصلت للكلام. وبطبيعة الحال معنا نجم في قامة يعني النادي اللي نستشيروه في الشقيقة والرقيقة، لقيت روحي أنا كعبد الخالق الخير مرتاح في المجموعة، إن شاء الله ربي نجحنا احنا طالبين من ربي أنا ننجح مع جمهورنا، مبدئيا الحمد لله مشات ناجحة إن شاء الله تتواصل هكاك. وجمهور مكرين، حاب نقول كلمة في جمهور مكرين اللي تربطني بها علاقة راهو قديم ياسر ياسر، أنا ملي كنت في فرقة الكاف وما ادراك مع المؤسس الكبير المخرج المرحوم المصف السويسي، وحنا نجيو للمناطق هذه خاصه ممكن كانوا سباقين المكاكنة للعروض المسرحيه، يحبوا المسرح يعني تشوفوا العائلات اللي تجي عائلات كبيره معناتها تجي وتتفرج في المسرح وتتفاعل مع المسرح، بحيث مرورا فرقه المغرب العربي خدمنا مسرحيه الكريطه ورقه في زون ولاد بابا والفرجه الى جانب الوان منشور الى اخره، دائما ممكنين جمهور ممكنين واداره مهتم ممكنين سباقه للعروض الجيده، العروض اللي عندها قيمه وعندها مستوى معين. هل الوزاره دعمتكم يا سي لمين؟ الوزاره دعمتكم؟ لا احنا خلينا ندعموا فيها من غير ما تشرب الوزاره. طيب مش على خاطر احنا ما عندنا حتى علاقه بوزاره الثقافه، مشكورين يعطيهم الصحه، وحبينا معناتها نعملوا سبكتاكل هذايا ونخرجوه بدون ما دعم ولا شفنا برشا مهرجانات في ولايه مسير سوسه الهديه كل سنه الوزاره تتقبل هي العروض وتدعم بها المهرجانات. انتم كنتم معنيين بالامر هذا ولا لا؟ لا احنا عروضنا مباشره مع المهرجانات، ما عندنا حتى علاقه بوزاره الثقافه. ممكن ما نعرفش ممكن عام جاي اذا كان معناتها العمليه المسرحيه باش تتواصل واللي ان شاء الله معتقدين نحكي فيه الموضوع هذا، ممكن نطلب دعم على خاطر المسرحيه باش تولي فيها نوبل اكثر من هكا شويه، ما نزيدوا ممكن باش نزيدوا معنا مراه بنين باهي ان شاء الله تخاف المقيم اليوم ما تشبكش الوزاره وان شاء الله الوزاره في بالي سيد من النادي هو ينوب الوزاره بالنسبه لي ما يسحقوش. رياض صار نقد وصار حق الرد عندك انت على المسرحيه في بعض الصفحات، شنو رايك؟ نقد فيش مثلا على المسرحيه؟ على المسرحيه النقد ديما هو النقد ما ينجم كان يثري
الاعمال خاصه كيبدا النقد نزيه يعني بناء بناء ونزيه وخاصه من الناس اللي عندهم علاقه بالبناء خاطر ساعات يجيك انسان مش فاهم يعمل نقد او انتقاد ما يهمش المسرح اما اذا كان يكون خاصه يكون معتدل من المسرحيين من الصحفيين المعروفين ما ينجم كان يثري العمل نتاعنا وانا يمكن خاطر فكرت يمكن صارت تدوينه شكون قال هم الصحفيين قال اخي زعم العمل هذايا مسرحي ولا مازال هو بدون ما يعرفش وانا شفت وانا شفت التعليق نتاعك قلت له حتى كان لوحات ولا كذا راي نوع من التعبيرات المسرحيه هذا هو انا قريت التعليق نتاعك هو ربي رياض الحكايه هذه راه بين نفرين راه ما يمنعش انه بعد التسليك ولا بعد ما يمنعش انه العمل هذا هو لوحات صحيح متفرقه هو شو ما عملوها انا راه فيها مقاومه المسرح بين نفرين فيها الكوستيم فيها الديكور اللي موجود في العمل فيها الحركه الروحيه فيها الاستعراض استعراض فني فيها ممثلين فيها ممثلين شوف معناتها برنوا في عده مناسبات في عده مسرحيات اللي معناتها ينجم يشدوا المتفرج بصفه كبيره ومن غير ما ندمجوا عظهر ومن وقت الاغريق ومن وقت تخلق المسرح يكفي انه الممثل يطلع فوق الروح ويتكلم ويأدي فهو مسرح بالغريق بالغريق يا رياض شكرا لرياض انا عم حسن حضر الشارد حضر الشارد تفضل ثم ما شاء الله اربع رجال اربع مسرحيين ما شاء الله عملنا مسرحيه مهفت يعطي شويه على النساء على أنثوي تحس ولا الاسم أنثوي أكثر منه. فشلش معنا الهفات سي لبيب. عش خبرات شوف. عش اخترت كم من هفات. والله فرحت بخوك الأنثى. والله ما جاتش بالي أنا حكاية أنا راح نقول وهاك شو معنى ذكر هفات. ماضي. إناث وذكور معنى. أما كي زدت أنت أكدت إنه أنثوي يزيد يفرح. خاطر ماذا بينا الأنثى أنا عندي ثقة في الأنثى اللي هي مهف. وهي كلمة دارجة عنا هي المهف. معناها اللي في بالو ما يعرف فاهم وهي النجمه تكون تعكس راهو فهي ما في مجموعه ما في مجموعه المهف لا تتوقع اليوم يكون فما شويه خروج عن النص ولا لا؟ خروج لا اما فما ارتجال لابد تتفاعل مع الجمهور هو شوف هو الميزه تاع المسرح انه دائما وهذه ديما نقولوا انا انه عمل متحرك ومش عمل جامد العمل الجامد هو في التلفزه والسينما تصور فيلم ولا مسلسل ما تنجمش تزيد عليه تنجم كان نقص بينما المسرح كل يوم تنجم تزيد فرق من مكان الى اخر من اطار الى اطار من قاعه الى قاعه من تفاعل جمهور الى جمهور كل سير عندها تاثير كل اكيد انه لابد لانه كيان حي فهمت هذيك الحاجه الباهيه وهذاك علاش هو ابو الفنون على السبيل لانه ما تعيش بالهذه الكل ان شاء الله انا كيما عودنا الجمهور في كل بلاصه تبقى ممكن خارجه وخارجه اكيد ان شاء الله خارجه وداخله وداخله وخارجه وخارجه ان شاء الله ما نخرجوش من الركبه يعطيك الصحه يعطيك الصحه